عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك بارك الله. حضرتك دلوقتي كان في فضيلة الشيخ يعني بيقول إن الفاتحة في الصلاة فيها 14 شدة، لو سقطت شدة بطلت الصلاة، فهل ده صحيح؟ يعني أنا بقرأها من غير تجويد، هو بيقول فيها 14 شدة، إن سقطت شدة الصلاة بطلت. والسؤال ثاني حضرتك، بالنسبة للعمرة في رمضان، هل في أول رمضان زي نص رمضان زي آخر رمضان؟ الأجر واحد بإذن الله، وأرجوك تدعي لي بالشفاء يا فضيلة الشيخ. الله يعافيك. أقول وبالله تعالى التوفيق، أما الشدة في الفاتحة إذا خففها شخص فالصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة. والذي لا يعرف الشدة ماذا يصنع؟ فعلى أي حال من تخلف وخفف الشدة شيئا ما الصلاة صحيحة ولا تبطل. أما العمرة في رمضان في أوله أو وسطه أو آخره، كل ذلك سواء في الأجر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، من غير تقييد بأول رمضان أو وسط رمضان أو آخر رمضان، والله أعلم.